على بالك بلي انه لما ما كتكونش متصالح مع ذاتك ومشبعه حب وحنان وتكون اناني معها، تقدر غالبا انك تطيح في نفس شنو طحت فيه صاحبه حكايتنا الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك. انا حياه بنت وسط ثلاثه تاع الدراري، ربوني والديا احسن تربيه الحمد لله، لأفتخر وأعتز بها ونعم التربية. أنا إنسانة ما كتشوفش راسها نهائيا في العلاقات الغير الشرعية وما كتآمنش بها ومحتارمة راسي. والديا موفري لي عيشة كريمة، وأي حاجة موفرها لي مولانا أنا عجباني وراضية بها والحمد لله. من صغري وأنا كنت قاتلة على قرايتي، وخا عمرها ما دخلت لي لراسي، ولكن كنت تنحاول أنني ما نعاودش العام وتنقول خاصني نوصل خاصني نوصل. وصلت للباك ديالي ولكن للأسف ما نجحتش فيه وما تقبلتش هذا الأمر. بقات معايا ماما كتقنعني باش أنني نعود العام، عودته وقريت فيه 3 شهور ما فتاش وأنا نخرج، لأنني صراحة ما قدرتش نهائيا نعود مع الناس اللي كنت كنشوفهم قبل مني. ما تقبلتهاش، فبلاص ما نبقى جالسه غير في الدار غادي نخرج نقلب على خدمه. لاثناء البحث ديالي والتجارب ديالي فشحال من وحده فيهم، كنت كنلاحظ بزاف انه كان التحرش لفظي وما كانش كيعجبني الحال. غادي يجي واحد رمضان اللي فيه غادي مرض جدي، مرضى اللي كانت صعيبه، مشينا لعندو وجلسنا معاه. في ديك الاثناء بقات كتجي العائله ولا دخلتي اللي كانوا هما قراب منا اللي كانوا في النواحي ديال المدينه وموظفين. كان واحد ولد خالتي ما بينهم اللي كان تيعجبني، فقط كانت نظره اعجاب من جهته. صراحه عمرني ما فتت النظره، لانه انا كوني فتاه اللي كنخلي عقلي اكثر حاجه تحكم فيا، فهو حاول انه يبين ليا بلي انه تيبادني نفس الاعجاب، لكن هذا الامر عمره ما فات الحدود. كبرت في عائله اللي ضروري فيها الحدود ما بين الرجل وما بين المراه ولو يكون من لحمي ودمي. من بعد مثلا رمضان غادي يرجع هاد ولد خالتي من بعد العيد الصغير، عاوتاني شافني وبقينا على تواصل في التليفون كل نهار، وقال لي راني بغيتك للزواج. قلت ليه منين هذه هي النظره ديالك؟ واخا متفقين. قال لي واعرفتي شنو، خلينا دابا نتعرفوا وبلا ما تقولي لشي حد من العائله. فمعروف عليا انه الام ديالي هي فيها الاخت والصديقه وكل شيء، ماما كانت اكثر شخص اللي كان مقرب ليا. المهم هاد ولد خالتي غادي يطلب انه هاد العلاقه البسيطه اللي كانت كتجمعنا ما نبوحش بها حتى لماما. حتى انا مع راسي قلت خليني حتى نتاكد ونشوف وديك الساعه نقول ليها شنو كاين. سولني شنو الشروط اذا كان بغى يتزوج بيا، فما كملنا الشهر على جماعتنا. قال لي انا غادي ندوي مع جده اللي هي جدتنا بزوج اللي هي اكبر شخص في العائله، لما دوى معها فاذا به غادي يخرج واحد الموضوع. ولد خالتي الاخر اللي هو خوه غادي يجي شي مرض وغادي يطلبوا منه الاطباء باش انه يدير شي تحاليل باش يتاكدوا منه، وهذا الشيء خدا منه اسبوع باش انه يعرف النتيجه. هاد خوه الاخر اللي كان تيدوي معايا وباغيني الزواج صافي تلاها معاه وما بقاش بيناتنا تواصل، وما جاش كاع لعند جده لانه تسحق بالمرض ديال خوه. من بعد اسبوع غادي يخرجوا التحاليل والحمد لله كانوا مزيانين، وانا صيفطت ليه زعما الحمد لله على سلامتكم. قال لي صافي راني دويت مع جده وجده راه غادي تقولها لمامك، وقال لي بلي انهم غايجيو. المهم كل شيء عرف بلي انه ولد خالتي بغاني المعقول، لكن بين قوسين باه كان معارض انه يدي بنت العائله. غير هو هذا ولد خالتي كان شخصيته نوعا ما تفرض فيها رايه. قال لي لا انا غادي نديها وبغيتها. فهاد اللحظه صراحه ما نكذبش عليكم انا كبر ليا في عيني منين شفتو شنو دار. غادي نحددو من مور عيد الكبير اننا نتزوجو، وطلب مني باش انني نخرج مع امو اللي هي خالتي باش نشوف خاتم اللي عجبني هو اللي غادي يخلصو. فعلا خرجت وصورت ليه الخواتم وقلت ليه شنو بغيت، لكن بين ليله وضحاها السيد غادي يبقى ينقص معايا الهضره. داز اسبوع وصيفط ليا ميساج وقال ليا بغيت نتكلم معاك، واش ما معك حتى شي حد؟ قلت ليه لا ما معايا حتى شي حد، وخت شنو كاين؟ مع انا كنت متكيه قال ليا عافاك نوضي جلسي راني بغيت ندوي معاك في المعقول. قال ليا شوفي انا راه واخا خدام مع الدوله راني كنت كندفع لواحد الحاجه وحده اخرى، وراه اليوم عاد خرجوا نتائج وراني نجحت في داك الامتحان ديالها، شحال في نظرك تقدري تصبري معايا دجلسي معايا قبل ما نتزوجوا؟ قلت ليه غير حيتاش انت ولد خالتي نقدر نصبر معاك الا كثرت عام، اي واحد غيرك فمستحيل نفوت معاه حتى 8 شهور ولا 9. قال ليا شوفي انا بغيت نقرا وبغيت نقراها وخاصك تصبري معايا 4 سنين. حسيت منه بلي انه بغيت تهرب مني باي طريقه، انا دخلت وما عرفتش شنو ندير. قال لي فكري عافاك حياه، ما تنسيش انك بنت زوينه تبارك الله عليك وعليك الطلب، وكون كنتي بنت عاديه نقدر نقول لك بقاي معايا، لكن ما بغيتش نضيعك، انتي بنت محترمه ويبغيك اي رجل، وانا غتبقاي صابره معايا 4 سنين وتبقاي غير كتعذبي؟ لا ما يمكنش. قال لي عافاك فكري مزيان. انا فاش قال لي هذا الكلام مشيت قلتها لماما، قلت لها بلي راه واخا ولد خالتي ما نقدرش نصبر عليه هذا الوقت كله، حيت الله اعلم ما بيناتنا لا عقد لا حتى شي حاجه، يقدر يتخلى عليا في اي لحظه. المهم عاود صنع عليا
وقلت ليه صراحه ما قدرش نتسناك 4 سنين. صونت عليه ماما وقالت لي واش بغيتي نعاونو ونتقاتلو معاه حتى توصلوا بجوج. انا ماما مسكينه كانت قالت لي بلاش منه، ولكن ملي شافتني بلي انني بغيتو من قلبي وتقصحت فاش قال لي ديك الكلام، قالت لي شوفي ماشي مشكل انني نعاونكم، انت بنتي وهو ولدي. قالت لي زعما نعاونكم في المصاريف ما نكذبش عليكم، واخا كانت مده صغيره باش انه تقدم لي الزواج اللي كانت مده نتاع شهر ونص، فهو ولد خالتي وولفتو. وكانت يقول لي بزاف ديال الكلام اللي خلاني نبني احلام اللي ماشي فوقتهم. المهم غادي تخلى عليا على قبل مستقبله وما شافنيش معاه فيه. من بعد ما تقبلتهاش وبكيت وقلت هذه هي سنه الحياه، والحمد لله انه الام ديالي معايا ومعايا ربي وكل شيء غادي يهون. واخا ما تقبلتهاش وضراتني غادي نتفرق معاه وغادي يجي العيد الكبير. فاذا بواحد الناس، واحد الصديقه نتاع ماما قالت ليها راه كاين واحد الوليد اللي ما شاء الله بغى يتزوج وهو ساكن في الخارج، راه ولد جارتي وصراحه كنتمنى الحياه. قالت لها ماما شنو تيدير؟ قالت لها ما عرفش، المهم راه باغي يتزوج. واخا مرحبا بهم يجيو وديك الساعه نشوفو. غادي يجيو ثاني عيد باش انهم يشوفوني الام وولدها اللي بغاني. هو عنده 38 سنه وانا عندي 20 سنه. جا شافني وبديت كندوي انا وياه وقال لي انا بغيت غير مرا نتاع الدار اللي تربي وليدات وتكون صالحه. وانا الحمد لله واخا بنت هذا الوقت فكنت مستعده انني نكون ونعم الزوجه، لانه عشت في اجواء اللي كانت فيها ماما نعم الزوج وحتى نعم الام. فمع الصباح جاو شافوني العشيه غادي يصوني على صاحبه ماما وقالت ليها وقال لك واش ممكن انه يعقد بحياه باش يمشي يسبقها ويقاد لها الوراق. انا صليت صلاه الاستخاره زوج ديال المرات وتوكلت على مولانا، قلت اذا كان شر ليا غادي يبعدوا عليا مولانا. شافني ثلاث نهار الجمعه عقدنا ودرنا حفله بسيطه بين دارنا ودارو، داكشي كان خفيف ظريف بزاف. وانا بكل صراحه تزوجت به حيت قلت اني غادي نلقى فيه كل ما كنت كنتمنى. اثناء العقد ديالنا غادي تعامل معايا هذا الشخص بواحد البروده وما كيبتسمش كانه مبززين عليا. قلت ممكن هو داير هكا حيت رزين بزاف. داز ديك الليله ديال الجمعه وكانت عنده طياره نهار الحد، خرج انا وياه نهار السبت وتعامل معايا كاننا ما مزوجينش، ما شد فيا ما غزلني ما حتى شي حاجه. قلت ممكن انه دار معايا هكا حيت مازال ما متعرفينش اكثر على بعضنا وما زاعمينش. وصل نهار الحد قلت ربما انه ياجل الرحله ديالو وعطيته نمرتي ودرت بحساب انه وصل نهار 2 بالليل وصونيت عليه حيت راجلي. قلت طبيعي انني نسول فيه وبقينا كنهضروا، بقينا على تواصل يومي اللي فيه تنحاول انني نخلق واحد الجو باش نكونوا متلوقين مع بعضنا. انا من كانت تجي المبادره باش انني كنصوني عليه حتى ولفها فيا. في كل مكالمه كنت كنحس انني كنتكلم مع شخص خاوي من داك الشغف، داك الشغف اللي تيكون ما بين زوج اللي يلاه تزوجوا اللي يلاه قالوا بسم الله في الحياه، ما كيتحمسش انه يدوي معايا. واصلا تيجي هذا الامر عادي. واحد النهار بعد 3 شهور غادي يخسر لي التليفون ديالي، صفت ليه من عند ماما بلي انه حتى نقادو صنع عليا وقال لي دابا نشوف لك شي تليفون، علما انه من نهار مشى عمرو ما صيفط لي شي حاجه. غادي يدوي ليا وقال لي بلي انه باغي يصيفط لي تليفون ولكن لقاهم غاليين وبلي غادي يقاد لي ديالي، واخا ما قادوش واخا عمرو ما قادو. المهم عز فيا تليفون بدا كيصيفط لي واحد المصروف اللي كان بسيط بزاف. قال لي راني سولت بلي انه مادام ما كانش علاقه ما بيناتنا فانا ما مجبورش انني نصرف عليك. صدمني، ولكن بحكم اني كنت عايشه في الخير ولله الحمد كنت ما رانيش طامعه في داكشي اللي غيصيفط ليا، ولكن كيبقى داك الادب وديك القيمه وكيف تنقولوا لو جيست هو اهم حاجه. وقت ما كنت كندوي معاه تيقول لي البنات المغربيات البنات المغربيات، وتيقول كلام قبيح من جهتهم، كلام اللي صراحه عيب انني نقول لكم، وبلي انه البنات ديال البلاد فاش تيجيو للخارج تيتقلبوا على الراجل وبلي انه كتحيد ليه الممتلكات ديالو كتخليه بلا والو. تبدا كنقول ليه الله يهديك واش انا ولا اختك من هذا النوع؟ واش شفتي فينا هادشي؟ كيف انا بنت الناس واختك بنت الناس؟ راه حتى الله البنات اللي هما بنات عائلات وبنات ناس. كانه عنده شي عقده ديما تيغني عليا نفس الاغنيه، واخا تيضرني صراحه داكشي. واخا كنت نمشي عند ماما وتنقولها لها تنقول صافي ماشي مشكل. هو صراحه باش نقربكم منه عنده افكار ما تقولوش نتاع شخص مسلم بالفعل. اذا شفتو تيقرا 60 حزب وصل فوقتها والنوافل وبزاف ديال الحوايج، ولكن كيف تيقولوا كان هادشي كله كيديرو غير بفمه، اما القلب ما غرقش في الدين والاهمال كان عنده في الدم. ما يسولش فيا ولا يصيفط شي ميساج يتفكرني به ولا شي كلام ديال الحب ولا والو، كان ناشف نهائيا. تمنيت نوض غير شي صباح نهز التليفون ديالي ولقى فيه شي رساله ديالو صباحيه صباح الخير مراتي، يغازلني والو لا حب لا اهتمام. نصدمكم اكثر، شفتو الحاجه الوحيده اللي كانت يصيفط ليا وكان تيعجبو انه يجمع معايا فيها هي الفيديوهات الاباحيه، كانه تيشوفني جسد فقط. قلت واخا ماشي مشكل ودوزت ليه هادشي
وقلت حتى نمشي لعندو ونتفاهموا انا وياه، وصحح لي بزاف ديال الحوايج. صراحه زربت على راسي وعقدت معاه، ولو كان ما عقدتش معاه والله ما نزيد معاه كرام. تخيلوا كان كيتفرج في كل ما هو اباحي وهو مباشره معايا في شي مكالمه. تصدمت فيه وبديت كنقول كيفاش هذا تيقرا القران وجبهته في الصلايه تيدير هاد الامور اللي كتغضب مولانا. كنت ديما كنتناقش معاه علاش فلان كدير بحال هكا، واش مزوجين كبزز منك؟ تيقول لي لا ما تبقايش تقول لي هاد الهضره. تنقول له شوف فلان اذا ما راضيش على هاد التزويجه صافي طلقني. حتى لواحد النهار غادي يقول لي هذه اخر مره جبتي لي فيها هذه الكلمه، حنا ما عندناش طلاق في العائله، وحنا راه المره كنهزوها من فوق ريوسنا ورفقا بالقوارير، وربي راه وصى على المره. وكيبدا كيعطيني مواعيد على المره في الدين لدرجه انه كيحنتني في هذه الدروس، ولكن في نفس الوقت كان متناقض جدا. ما كنتش كنفهمو واش مريض واش الله اعلم. تخيلوا كان كيقول لي وصفي لي ماما كيف دايره، تنقول ليه هذيك راه امي اللي هي امك الثانيه وعليك بالاحترام، ما عمرو جبد شي مواضيع زوينه ولا مثقفه ولا يقول فيا شي كلام زوين ولا يغازلني كان بهذا المعنى خارق في الامور الجنسيه. شكيت واش مريض نفسيا؟ لا راه مريض نفسيا حيت كان تيقول لي انا كنتسناك تجي وتبدلي لي الافكار ديولي. انا عندي 20 سنه وعندو كدا 30 سنه، والله العظيم كنت نيتي انني نمشي عنده ونتقاتل معاه ونكون بنت الناس معاه ونصحح ليه بزاف ديال الافكار، لكن قدر الله كان شيء اخر. كان تيقول لي اذا جيتي غادي تحيدي الحجاب، انا كنت نقول ليه بلي لا راه ما يمكنش نقدر ندير شي حاجه بحال هذه. وكيبدا يقول لي من بعد نتحاوروا في هذه المواضيع. شويه جلس شي ايام ويقول لي شنو عرفتي شنو خصكي ضروري ديري الخمار. ما كانش ثابت في كلامه، اللي شافو كيقول هذا هو المخير ما بين الرجال، لكن الواقع والاحتكاك كان صادم. 9 شهور هو الديني جايبني، راني تنقاد لك الاوراق، راني كنقاد لك هادي، وما كنتش كنسولو بزاف باش ما يقولش بلي هاد خيتي راه طمع فيا، حيت هو كان مشكاك لدرجه كبيره. مره فين تنسولو تيقول لي هاد الورقه راني تنجري عليها وراها شنو وقع فيها. لقيت راسي بلي انني ما عجبنيش هاد الحاله ومضروره فوس منها وباقا صغيره. كنت بغيت شخص اللي فيه الحياه وواعي وما فيهش التراويخ، وكيف الظاهر ديالو كيف الباطن ديالو. باقي كان عقل غادي يقطع عليا واحد النهار اسبوع كامل الاتصال ما بيناتنا. عييت ما نصوني عليه والو، صونيت على دارهم وقلت لختو راه فلان ما تيجاوبنيش ما عرفش ماله. كلشي بدا كيصوني عليه ما جاوبني حتى شي حد. غادي يصوني عليه خوه من دوله واحده اخرى وهو يجاوبه، قال ليه راه عندي الضياف، قال ليه تقطع على مرتك على قبل الضياف، قال ليه بلي عنده شي ولد عمو من با امه ما كتبغيهم باش انهم يكونوا عنده داكشي باش قطع. وهنا غادي نبدا لكم حكايه واحده اخرى وسط هذه الحكايه. هاد ولد عم باه اللي جا لعندو عنده واحد البنت اللي كان بغاها المسمى براجلي. مره واحده اللي بقى كنعقل انه كان عاود لي عليها لانه البنت الوحيده اللي دابز مع با على قبلها هي هذيك. فاش كانت عنده انا ذاك 20 سنه وهي 22 سنه، قال لي راه كانت مهضيه في راسها بزاف، وقلت لبا سير شوفها ليا، وكذب عليا وقال لي بلي راه تزوجات شحال هذه. لكن اختو قالت لي بلي انه كان باغيها بزاف ديك البنت، ولكن با الله يرحمه اللي هو بط راجلي قال لولد عمو شد عليا بنتك على ولدي، وقالت لي بلي انه مؤخرا غادي يطلق بجوج ديال الوليدات. وانا غادي نفهم القصه. من بعد ديك السيمانه اللي صنيت عليه لقيت عنده باها وامها، ولقيته فرحان بغى يطير بالفرحه، عجبو الحال ولا واحد اخر بحال حس بالامل حيت هي طلقات. انا ما رديتش البال، كنت نقول بلي انه ما عرفش شنو بيه وصافي. تنحاول انني نتناقش معاه ونسولو علاش كدير بحال هكا وعلاش زاد الاهمال ديالك. قال لي لا ماشي بصح، عرفتي شنو حتى تجيو نتفاهموا ونجمعوا، انا راه ما تنعرفش انني ندوي في هاد المواضيع في التليفون. كنقول مع راسي وكنصبر راسي بلي ممكن ربما حتى نتجمعوا ونتفاهموا. واحد الليله من بين الايام ماشي بعيد على ديك الاسبوع غادي يقول لي توحشتك وكنتسناك غير امتى نتجمعوا الى اخره. من بعد يومين بالضبط غادي ندخل الواتساب غادي نلقى التصويره ديالو تحيدات، ما فهمت والو. شفت من التليفون ديال ماما حتى هي تحيدات، قلت يمكن اذا بدل البروفيل ديالو. ما صيفطش ليه ودازت يومين وحده اخرى وما سولش. قلت والله حتى نقلب في الانترنت وفهمت بلي انه السيد بلوكاني. وعيلي لا ما يمكنش، بديت كنقلب وتاكدت بلي راه بلوكاني. بحال تصرفقت، السيد كان خير وسلام ما بيني وبينه، وحتى شي حاجه ملي كانت زعما انني نشكك بها ما كانتش. فاش كنتفكر هادشي كتنوض فيا صراحه الحرقه. يمكن بزاف منكم غتجيهم سهله، لكن بالنسبه ليا لا، انا غادي نمشي لعند دارهم علما اني ما كنتش كندوي مع امو في الخصوصيات ديالنا، ولكن مع اختو لانها كانت ونعم الاخلاق، والخير اللي لقيتو في اختو ما لقيتوش فيه كاع ولو الربع ديالو. انا هنا من بعد ما عاودت لختو غادي نعاود حتى لامو، وقالت لي بلي انا وهذا الشيء كامل كاع ما في خباري،
ما قلتش ليها على الامور الاباحيه بطبيعه الحال لانه ما قدرش، قلت ليها غير هاملني وما تيسولش فيا وما اهتمش بيا. واش زوجتوه بزز منه؟ دازت مده وكل مره ماما كتصوني على امه وكتسولها واش صافي فلان ما تلاش بغا ولا شنو، كتقول ليها لا راه حنا كنهضروا معاه. حتى لواحد النهار حنا غادي نقرروا باش اننا ندفعوا الطلاق. من ديك الوقت عمرو ما سول، وحتى عائلته ما بقاتش دوات لينا لانه بصراحه حشمو بشنو دار ليهم. واخيرا لولد خالتي لا هو، واخا ولد خالتي تيبقى من عائلتي، لكن هذا الاخير كيبقى الراجل اللي عقدت به وصبرت عليه بال وما تسنيتهاش منه. ما كنتش تنظن اني في هذا السن غادي ندوز من زوج ديال التجارب فاشلتين بحال هادو. انا اللي 20 سنه من حياتي عمرني خليت شي انسان انه يتفلى عليا. انا اليوم كناخذ هذا الشيء ايجابيا لانه اكيد هذا الشيء اللي وقع ليا هو جواب نتاع صلاه الاستخاره اللي درت في بدايه الامر اللي كنتو باقيين عاقلين عليها. فعلا تزوج بيا غير على الاوراق، لكن في الواقع عمرو ما تقرب مني، وهذه هي الحاجه اللي خلاتني نصبر اكثر ونبقى ممتنه لها المولانا. من حكايتي بغيت نقول لكم باللي انه الحياه ما كتوقفش هنا. انا اليوم تنكمل قرايتي في الشعبه اللي كنحبها بزاف، ورسالتي لكل بنت ما تخليش انه الحياه تتاذيك وما تسمحيش لاي حاجه انها تضرك. اي تجربه دزتو منها او لا اي تجربه دزتي منها انت بالخصوص راه ما كتزيد في رصيد وعيكم الا تجارب في الحياه. صاحبوا مع مواتكم وسمحوا انهم يكونوا لكم اصدقاء واطباء واخوات. حاولي تشوفي حياتك ولو تجيك الدقه صعيبه، نوضي وكملي وتحاربي على شنو بغيتي. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية حياة الليلة. شاركتها معكم لأنني قلت ربما شي وحدة منكم كتعيش دابا ماشي فترة اللي هي سلبية أو لا مأذيها داخليا، فقلت نشارك معكم هذه القصة لأنه بقصص ديال الناس كنقدروا نساو همومنا وأيضا كنستافدوا تجارب وكتربى فينا مناعة نتاع أننا نحضروا رؤوسنا. هذه هي كانت قصتنا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقوا ربما بعد غدا. سلام سلام.